modern concept of organic compounds. Modern concept of organic compounds. تكلمنا في فيديو سابق عن ال vital force theory بتاعت بيرزيليوس وحوالين ال organic compounds. وبعد كده قلنا فولر 1928 ألماني لما قال ان هو صنع ال organic compounds في ال laboratory زي اليوريا. فكده في واحد بيقول ال organic compounds هي اللي جايه من ال vital force من inside the cell of animal or plant. وفي واحد بيقول لا ده نقدر صنعها في اللابراتوري. تمام. فالعلماء في المودرن كونسبت تمام قالوا لا احنا هنقول ده اورجانيك كومباوند او ان اورجانيك كومباوند بناء على الاستراكشر بتاعه التركيب بتاعه. تمام الاستراكشر. تمام. طيب بناء على الاستراكشر ازاي استقروا على ان هيقولوا الاورجانيك كيمستري. الاورجانيك كيمستري هو العلم اللي بيدرس الكربون كومباوندز. الكربون كومباوندز اللي بيدرس الكربون ايه كومباوندز ما عدا ثلاث حاجات الكربون اوكسايد والكربونات والسيانايد سولتس. يبقى الاورجانيك كيمستري هو الساينس which study كربون كومباوندز except كربون اوكسايد سيانيد اند كربونات سولتس. تمام. يبقى الاورجانيك كيمستري هو العلم اللي بيدرس الاورجانيك الكربون كومباوندز هو الاورجانيك كيمستري سوري الاورجانيك كيمستري هو العلم اللي بيدرس الكربون كومباوندز ما عدا الكربون اوكسايدز والكربونات والسيانيد والسيانايد سولتس. وكده خلصنا الفيديو بتاع ده. سلام عليكم. تابعوا.